اليوم الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة سنحاول أن نناقشها بكل تفاصيلها وتفرعاتها مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك الكاتب السياسي والكاتب جان عزيز، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور لك وللمشاهدين. يعني من متابعتنا للبيان الثلاثي بنيويورك لمتابعتنا مبارح للساحة السنية كيف عم بتبلور المشهد، لمتابعتنا لموقف فريق إذا بدك ما يسمى بالثامن من آذار ربطا بملف حكومي رئاسي بكل تفرعاته، بدي حاول أنا وياك قد ما فينا نحكي بالسياسة العميقة قد ما فينا، لأنه اليوم في كلام عن لبنان مقبل على محطات مفصلية وليس محطات رئاسية عادية، لا تشبه حتى اتفاق الدوحة، ربما تكون أكثر عمقا وتأثيرا على النظام اللبناني. رح بلش أنا وياك من البيان الثلاثي الأمريكي الفرنسي السعودي، ماذا تقرأ فيه؟ بداية يمكن لابد من الاعتذار من الناس عن الحكي بينما أهلنا عم بيموتوا عبثا بكل أنواع الموت، بس بيبقى في واجب المحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتنبيه إلى ما يمكن التنبيه منه. اللي كان عم بيصير بنيويورك هو بشكل واضح عودة سعودية إلى الملف اللبناني من مدخل الاستحقاقات المقبلة، على عكس كل الكلام السابق عن عدم اهتمام، عن عدم انكفاء، عن تراجع لبنان ضمن أولويات الإدارة السعودية اللي بين بشكل واضح وصريح من اجتماعات باريس قبل بأسبوعين، كمان كان اجتماع ثلاثي، نعم، إلى بين نيويورك، واضح أنه هناك اهتمام سعودي غربي بالملف اللبناني انطلاقا من محطة ما بعد 31 تشرين الأول. بس كيف شكل هذا الاهتمام؟ يعني اليوم هل اتفق، هل في مقاربة مشتركة؟ أول شيء خلينا نقول أنه التطور أنه في مقاربة مشتركة لأنه كان في مقاربات مختلفة سابقا، لا؟ بعتقد أنه الثلاثي الأمريكي الفرنسي السعودي تعلم أو يحاول أن يتعلم من خطأ مقاربته للاستحقاق الرئاسي بين ال 14 وال 16، مقاربته أو خطأ بقراءته هو أنه خطأ، نعم، بس عم بيحاولوا يتعلموا من السلوك اللي عملوه بين ال 14 وال 16، أو شيء لما تعاملوا مع الاستحقاق الرئاسي بشكل متفرق كل واحد منهم بجهة، اثنين لما تعاملوا مع هذا الاستحقاق على طريقة المسارعة إلى طرح الأسماء والبزارات الرئاسية اللي فاتوا فيها كل طرف من هذه الأطراف يلي برأيهم أنا ذاك وصلت إلى خسارتهم ثلاثتهم للاستحقاق الرئاسي، برجع بقول وفق منطقهم وحساباتهم. اليوم اللي مبين من باريس إلى نيويورك أنه هذا الثلاثي أول شيء عم بيقول تعوا حتى ناخذ عبر من تجربة الاستحقاق الرئاسي الأخير بين 14 و16 ونتفق على قواعد تالية: واحد، يكون موقفنا موحد من مقاربة هذا الاستحقاق، اثنين، ما نطرح أي اسم للاستحقاق الرئاسي إطلاقا، نعم، ننطر الأفرقاء الآخرين تنشوف شو مقاربتهم، وبالتالي ننطر نضوج لحظة التسوية الرئاسية اللي مبين أنه منا كتير قريبة، منا وشيكة، ثلاثة، نحصن هذا الموقف بالداخل اللبناني حتى نقدر نواكب المرحلة، وهذا اللي بين بالخطوات اللي صارت بالداخل اللبناني من بعض الزيارات لبعض اللقاءات والاجتماعات اللي شفناها امبارح. يعني هذا الثلاثي باختصار عم بيتعلم من تجربة 16، عم بيمسك الأوراق لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، مش كاستحقاق رئاسي بالمعنى الشخص، كملف لبناني. كملف لبناني، رح نحكي بتفاصيل الملف اللبناني، بس بال 2016 كان انتخاب الرئيس ميشيل عون انه هو نتيجة لإمكاني، كان اتفاق نووي أمريكاني إيراني، لا؟ اليوم انه كان خطأ برأيك، انه بالنسبة لهم عم نحكي هن كانت حساباتهم انه نتيجة الاتفاق بمنطقهم، أول شيء بتعرفي انه كان موقفهم كثلاثي
متمايز عن بعضه. يعني الموقف السعودي ما كان الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان موزع على أكثر من رأي. يعني ما بدي أرجع على هذيك الفترة أسرار وديفيد هيل شو كان عم بيخبرنا هون عن بيو وعن عمر بيو وعن معركته باتجاه مرشح آخر. فكانوا موزعين، واحد كانوا موزعين، اثنين كل واحد منهم فات ببزارات رئاسية خاطئة. هني يبدو اعتبروا انه هي كانت تجربة خاطئة بحساباتهم، وهلأ عم بيتعاملوا بشكل مختلف طيب على الأقل فينا نقول انه اليوم في قناعة مشتركة ثلاثية بانتخاب رئيس من خارج الاصطفاف السياسي المحسوب على حزب الله؟ أكيد انه الثلاثة بتوقع انه تكون حساباتهم رئيس من خارج اصطفاف حزب الله. هلأ كيف؟ بعدهم مش مبينة بحركتهم العملية السياسية رح يوصلوا لا علما انه ما بستبعد انه يكون عندهم يعني اسماء متخيلة لم يعلن ولم يكشف عن اي منها رغم كل البزار المطروح ببعض وسائل الاعلام حول الاسماء، بس الاكيد انه ايه بدهم يوصلوا لرئيس من خارج اصطفاف حزب الله. من خارج الاصطفاف. طيب هل يمكن ان يكون قائد الجيش؟ اليوم في كلام عن عم تقول فراغ، يعني لانه الاستحقاق الرئاسي بعده مش ناضج، صح؟ صحيح. طيب هذا الفراغ، في سيناريو بيقول انه هذا الفراغ سيكون مرفق بخضة أمنية بطبيعة الحال، لانه البلد اصلا يعني مخضوض يوميا، مش ناطر بس ما لانه فراغ، مشاكل معيشية أمنية اقتصادية اجتماعية، عم نشوف قوارب الموت، عم نشوف امبارح اليومين صيدا كانت يعني مشاكلها كتير كبيرة. صحيح. عم ينفجر الشارع. صحيح. انه هذا الفراغ المرفق بانفجار الشارع تحت اكثر من عنوان المصارف مسكرة، يعني البلد مش هذا، سيكون مقدمة لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية مرفق بانضاج التسوية داخليا وخارجيا، شو رأيك؟ خليني بلش لك موقفي الشخصي، انه تنتخبي العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية لانه جوزيف عون او لانه قائد جيش، هذا لا يقدم اي حل للبلد. ومش هيدا المرجو ولا هيدا المنشود، بس خلينا نرجع نفكر بمثل ما كنت عم تقولي بعمق المشكلة. نحن اليوم بس اللبنانيين يحاولوا يفكروا وعن جد يغمضوا عيونهم ويشوفوا نحن وين. نحن مش ب نهاية الـ64 مثلا، انه فؤاد شهاب بني الدولة وركز كل اسسها واجا بلحظة انه عنده طرف ينقوا بين شارل حلو او عبد العزيز شهاب. نحن مش بالـ98 بلد كله ممسوك تحت جزمة الوصاية السورية وما حدا قادر يتنفس، وقعد حافظ الاسد وبشار الاسد وقال له تعال نشوف مين افضل لك، ايمين لحود او سليمان الفرنجية. نحن اليوم قدام مخاطر وجودية. واللي بيقول لك انه ايه لا انه لبنان بيبقى وفي حمايات وفي عنايات، هذا حكي شعر بلا عنده اي تداعيات. على الارض نحن في عندنا ثلاث مخاطر.